قاعدة عقلية: الحجم لا يخلق الحجم، الجسم لا يخلق الجسم، الشيء لا يخلق مثله. أليس بعض الملاحدة يأتون إلى المسلمين أحيانا يقولون لهم: أنتم تقولون الله على كل شيء قدير؟ فيقول المسلم: الله على كل شيء قدير، كل مسلم يقول هذا. فيقول الملحد: هل يقدر ربك أن يخلق مثله؟ أعوذ بالله من الكفر. الذي يقول هل يقدر ربك أن يخلق مثله كافر هذا. وقلت لكم قبل هذا، إذا شخص عرض له وسواس شيطان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، فقال له: من خلق الله؟ أو هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ ليس له أن يقول إذا جاء العالم لسؤاله: يا شيخ أو يا أستاذ أو يا مفتي، هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ هذا كفر. ماذا يقول؟ خطر لي خاطر يقول هل يقدر الله أن يخلق مثله، كيف أرد عليه؟ أو جاءني إنسان شيطان قال لي: من خلق الله؟ كيف أرد عليه؟ هكذا يتعلم الشخص، ليس يتعلم بالنطق بالكفر. والرد عليه أن يقال: إن الله تعالى أزلي لا ابتداء لوجوده، وما خلق وما وجد بعد أن لم يكن فهو حادث فلا يكون إلها. فهذا طلب المحال، سؤال المحال الذي يقول لك هل يقدر الله أن يخلق مثله، وجود مثيل لله محال عقلا. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى وحده الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، وما وجد الآن ماذا يكون؟ حادثا مخلوقا، يكون محتاجا لغيره. والإله ليس حادثا وليس محتاجا لغيره، فلا يقال في حق الله من خلق الله. هذا من وساوس الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشيطان أحدكم فيقول، يعني الشيطان أنت لا تراه إنما هو يوسوس لك. الشيطان جسم لطيف، إذا تشكل تراه يصير جسما كثيفا بالتشكل، تستطيع أن تمسكه. وله خرطوم يضعه على قلب الشخص، له خرطوم يضعه على قلب الشخص يبث له الوسوسة. فهو هذه الوسوسة هي حديث سر يعيه قلبك دون أن تسمعه الأذن، شيء يلقى في قلبك. فيأتي الشيطان إلى الإنسان يقول له، يبث له هذا في قلبه، يقول له: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ المؤمن ماذا يقول؟ الله. إذا واحد سألك من خلق كل شيء ماذا تقول؟ الله. من خلق الإنسان؟ الله. من خلق الأجسام؟ الله. هذا جواب المؤمن، الله خالق كل شيء، الله خالق الأجسام وخالق الأعمال، ليس كما يقول الملاحدة يقولون خلق الجسم وما خلق العمل. هؤلاء كفار ليسوا مسلمين. فجواب المسلم معروف، الله خالق كل شيء. فيقول الرسول، يحكي لنا ماذا يقول الشيطان، فيقول: من خلق الله؟ الشيطان الذي يقول من خلق الله، أنت لا تقول من خلق الله. إذا أردت أن تتعلم تقول: علمني الجواب على من يقول من خلق الله. أو جاءني وسواس يقول من خلق الله، كيف أرد عليه؟ الرد عليه سهل، الله ليس مخلوقا فلا يقال من خلقه، سهل جدا. سهل على من؟ على من سهل الله له، على من فتح الله قلبه للحق. لأن بعض القلوب مقفلة، مهما قلت لهم من الحق لا يلتفتون لك، لا يستمعون لك، لا ينصتون، لا يقبلون منك. لكن الجواب سهل، الله تعالى خالق وليس بمخلوق فلا يقال من خلقه. من خلقه تقال في حق المخلوق، الله خالق وليس بمخلوق فلا يقال من خلقه. هذا الجواب سهل، قل الله خالق كل شيء. الله وجوده ليس متقيدا بالزمان ولا بالمكان، الله وجوده ليس متقيدا بالزمان، أنت وجدت بعد أن لم تكن. لذلك أقول لك كم عمرك، أو كم مضى لك من العمر، أو كم عشت، أو متى ولدتك أمك، أو نحو ذلك، لأنك مخلوق يقال فيك هذا. كم عمرك، متى ولدتك أمك، كم عاش أبوك، متى ولد أبوك، يقال في حق المخلوق. الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا وليس له بداية فلا يقال من خلق الله، بل من قال من خلق الله كفر. فإذا واحد قال لك: يا أخي أريد أن أتعلم، كيف أتعلم؟
تقول له التعلم لا يكون بالكفر، تتعلم بالسؤال الصحيح، تسأل سؤالا صحيحا، علمني الجواب على من يقول من خلق الله، فيعلمك الذي عنده علم الجواب السهل الذي قلناه الآن. الله موجود لا ابتداء لوجوده، فلا يقال من خلقه، المخلوق يقال من خلقه، الجواب الله. وذاك الذي قال تبه، هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ لا يقال له يقدر ولا يقال له لا يقدر، لأن كلا الجوابين كفر. الذي يقول عن الله لا يقدر يكفر، والذي يقول عن الله يقدر على هذا الأمر الذي هو محال عقلي يكفر أيضا. كيف يجيبه؟ يقول له وجود مثيل لله محال عقلا مستحيل عقلا، فلا يقال هل يقدر الله عليه أو لا يقدر عليه، لأن القدرة هي صفة لله تبارك وتعالى بها يوجد الممكن ويعدم الممكن، لأن الممكن هو الذي يقبل الوجود والعدم، أما الله سبحانه وتعالى فهو واجب الوجود، يعني لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود. فلا يقال هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ الله سبحانه وتعالى موجود وهو قادر على كل شيء. ما معنى حين نقول قادر على كل شيء؟ أي هو قادر على إيجاد ما سبقت مشيئته بأنه يكون موجودا، وعلى إعدام ما سبقت مشيئته بأن يعدم بعد أن صار موجودا. القدرة صفة لله تعالى بها يوجد الممكن ويعدم الممكن، يعني لا يدخل تحتها الواجب الوجود ولا يدخل تحتها المستحيل الوجود. ليش؟ لأن الواجب الوجود لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، والمستحيل لا يقبل العقل في حقه الوجود إلا العدم. فلا يقال هل يقدر الله على هذا أو لا يقدر على هذا، يقال هذا لا يدخل تحت وظيفة القدرة. سهل هذا الجواب إذا إنسان تعلم.